أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. توفي اليوم الجمعة المخرج الكبير إيهاب أبو زيد، رئيس شبكة تلفزيون النهار، ولم تعلن أسرة الفقيد موعد أو مكان جنازته بعد. تولى أبو زيد مناصب عدة، حيث عمل رئيسا لقناة المحور، ثم مديرا تنفيذيا لقناة دي ام سي، ومديرا لإدارة الإنتاج الفني لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. إيهاب أبو زيد ابن المخرج الإذاعي الراحل أحمد أبو زيد وأخو المخرجة الإذاعية نانيس أبو زيد، ربنا يرحمه ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله.